كان في بنوتة طلبت مني ميك اب سموكي، مش فاكرة على التيك توك ولا على الفيسبوك، فيلا بينا نعمل سموكي. لبست افتح لينسز عندي. انتي ممكن ما تلبسيش لينسز خالص او تلبسي لينسز اهدى من كده، ده اختيار شخصي، بس انا مع السموكي بحب البس لينسز فاتحة علشان السموكي اصلا بيضيق العين وانا بحبش عيني تبقى ضيقة. فحطيت لينسز فاتحه. اللينسز دي من بيلا اسمها فيولا جراي، دي للمناسبات بس، ما ينفعش تستخدميها كل يوم ولا الصبح ولا اي حاجه. اي نعم انا هبدا بعينيا، بس هرطب وشي علشان هرطب وشي واحط برايمر علشان الفتره اللي انا بحط فيها ميك اب العين وكده يكون البشره اترطبت وكده. هحط المرطب ده ماكرو بانثينول، ده هو عشان الكاميرا الاماميه فمعكوس، بس هو يعني الاديشن الجديد بتاع بانتينول. حواجبي مش هعمل فيهم حاجه، هنضفهم بس بالكونسيلر علشان زي ما انتم شايفين هم مش عايزه اتقلهم عشان ما تبقاش الحواجب اوفر والعين اوفر، فمش مش هحددهم ولا اي حاجه، انا بس هحددهم بالباقي الكونسيلر بس. كده انا نضفت حواجبي من تحت، واللي اتبقى من الكونسيلر نزلته على الجفن، عملته زي برايمر يعني. بس بصوا هتلاحظوا ان انا عندي هنا في زي فراغ كده غير الحاجب ده، يعني الحاجب ده كويس، هنا في فراغ، فده الحاجه الوحيده اللي هملاها علشان بس ما يبقاش، فاهمين قصدي، عشان يبقى شكل الحاجب مرسوم كده. هملى بس الحته دي وبس، لكن هسيب حواجبي على كده، مش هاجي جنبها، الفراغ ده بس كده. وده بقى اللوك، بس مش هعمل في حواجبي اكتر من كده. هعمل سموكي بني، فعلشان احط البيز من تحت هياخد لون اللي هو لون الروج اللي انا بعمله في الكونتور ده، وهاخده بفرشة كده وهحطه على عيني. ده اللي انا عملته، سحبته كده لبره واخدت بصباعي كده وحطيت على الجفن المتحرك عشان انا عايزاه يبقى اتقل حاجه هنا. بعد كده هاخد لون بني ببرش فلات كده وهحطه على الجفن المتحرك، ده اللون البني على الجفن المتحرك زي ما حطيته هنا بالطريقه دي كده بالفرشه الفلات، بطبطب كده بطبطب، هي فيها اللون، بحط فيها اللون من ورا ومن قدام، يعني من الجنب ده ومن الجنب ده، واللون مش هخليه يعلى عن الكسره دي عشان انا كده كده لسه هدمج فهيعلى، فما تعلوش عن الكسره دي. اخدت الفرشه بتاعه انستاديا دي اللي هي بتيجي بتاعه في الباليتس نفسها، ليه بحبها في السموكي؟ علشان هي خشنه، شعرها خشن فبتدمج لي كويس. بعد ما دمجت اللونين، ما دمجتهمش قوي بس دمجت، يعني خليت مفيش فواصل، حسيت اني اللون اللي في الجفن المتحرك خف طبعا مع الاحتكاك ده، فهزود طبقة كمان. زي ما قلتلكوا هاخد اللون اللي هو الاورنج الغامق ده وهبتدي بقى امشي بيه على اطراف اللون البني الغامق ده علشان يبقى اللون متدرج، ما يبقاش اكنه لونين كده، انا عايزه يبقى بني غامق وبعد كده متدرج، فاهمين قصدي؟ هاخد فرشة نظيفة زي ما احنا متعودين وهمشي على الأطراف. بعد كده هاخد منزيل وهمسح بيه الفول اوتس اللي كانت بتنزل وانا بدمج، وفي نفس الوقت هسحب العين كده، بصوا ده اللي طالع، طبعا هو بيطلع معايا علشان انا مرطبة بشرتي وحاطه كريم كتير.
المفروض بقى المرحله دي اني انا ابدا في وشي الفاونديشن وكده، بس انا عشان بشرتي الفتره دي مش في احسن حالتها، فهعمل سكيب لمرحله الفاونديشن وهحط بس كونسيلر وهداري العيوب، يعني عشان انا مش عايزه ارهق بشرتي وانا بشيل الميك اب وكده وافضل ادعك وكده. هنا عندي حبايه هاخد لون بشرتي وهدري. مش هحط هنا فاونديشن عشان انا منوره تحت عينيا، فانا عايزه وشي او لون بشرتي يعمل هو الكونتور، علشان كمان مش هعمل كونتور غير في مناخيري، عشان انا مش زي ما قلت لكم مش عايزه احط برودكت كتير على بشرتي كمان، علشان يعني احنا بشرتنا سواء يعني هي محتاجة فاونديشن او مش محتاجة فاونديشن، يعني سوري تعبانة او مش محتاجة، لو انتي بشرتك كويسة وما فيهاش عيوب ممكن تعملي سكيب لمرحلة الفاونديشن دي وما تحطهاش حاليا، اللي جاي ده بتعمل كده، ومش لازم نحمل بشرتنا يعني فوق طاقتها، يعني هي كويسة وممكن تستغني عن الفاونديشن. اوكي استغني عن الفاونديشن بغض النظر، يعني انا بشرتي بصوا لو قربت منها هتلاقوا فيها زي فسفيس كده، فانا بعالجها الفترة دي، فانا مش عايزة اتقل عليها وانا بشيل مرحلة الميك اب في مرحلة وانا بشيل الميك اب. مش عايزة كونتور يكون حاد خالص علشان الشكل ما يبقاش اوفر، العين اوفر والكونتور اوفر، لا انا عايزة اقل حاجة اعمل زي ايه برونزنج كده، برونزنج البي والبي عندنا احنا المصريين رايحه في داهيه. شفايفي بقى هعمل كده، كنتور سريع كده عشوائي بس كده، هثبت بباودر كريلان اللي انا كنت قايله لكم عليها. كده عيني حطيت فيها الرموش والعين التانية لا، ده الفرق، الرموش اللي استخدمتها من روكا لاشز اسمها هحط العين التانية معاكم وهوريكم بركب الرموش ازاي. وانا هنا بستخدم اللزق ده بتاع دو الشفاف، طبعا بحطه على الباند بتاعت الرموش، حاجة بسيطة قوي بس بتوصل في الانر والاوتر كورنر بتاعت الرموش عشان دول اكتر حاجتين بيفكوا. امسكها من النص كده، نص الرمش لازم يكون معايا مراية، ابص تحت يعني اخلي المراية عاملة كده وجفني يكون مفرود، ابص تحت اثبتها من النص الاول او كده ثبتت، ابتدي بقى اظبطها اشدها اثبت ال كده، يعني ابتدي اظبطها بس. اهم حاجة وسبب نجاح تركيب الرموش ان انتي تسيبيها لحد ما الجلو يبقى استيكي او تاكي كده، يعني مش سايل شبه المية، علشان لو ركبتيها على طول والجلو سايل شبه المية هيبتدي لهكوز الدنيا والرموش تتحرك، لا احنا عايزين اول ما نحط الرموش تثبت وخلاص. بصوا اهو هاخد اللون ده بالفرشة الصغنطوطة دي كده وهنعمل كده، ده كده اللوك هيبقى من تحت، وبعد كده علشان احدد بقى العين اكتر هياخد الفرشة دي اللي هي شبه البنسل دي، وهياخد اللون البني اللي انا عاملة بيه السموكي من فوق، وهمشي على خط الرموش. وبدمجه كده مع البرونزر ومع الكونتور، انا ما عملتش كونتور كريمي خالص. بس في حركه بقى انا بحب اعملها قوي 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 في العينين خصوصا في اللوك ده، وبحب احطها بعد الماسكارا، هقول لكم ايه هي.
المفروض ان هي الكحل البيج، انا عينيا علشان بتدمع مفيش كحل بيج بيثبت فيها، او ما جربتش كحل بيج بيثبت فيها، فبستخدم الكونسيلر. هقول لكم ازاي. الحركة دي اللي هي الكحل الابيض او الكونسيلر بتنقل اللوك في حتة تانية. عينيكي واسعة، عينيكي ضيقة، هتخليكي شبه العرايس بجد فظيعة. انا بعشق الحركة دي وما اقدرش استغنى عنها الصراحة. كده احنا حطينا كل حاجة، فضل الهايلايتر والليبستيك. الهايلايتر هستخدم الهايلايتر ده من اسنس. وبس كده يكون اللوك خلص. اكتبولي في الكومنتس عايزين لوكات ايه تاني. باي باي.